Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale GS Arabi, una nuova lezione dal libro Facile Facile A2, unità 1, lezione 11. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات كتاب فاتشلي فاتشلي الدوة، وموجودين في الوحدة الأولى أونيتا أونو والدرس الحادي عشر. بريبوزيسيوني أرتيكولاتي. بريبوزيسيوني أرتيكولاتي هي عبارة عن حروف الجر المرتبطة بأداة، وهي بتتكون من حرف جر بسيط أو بريبوزيسيوني سمبليتشي ومعها أداة تعريف أو أرتيكولو ديترميناتيفو. sono formate da يعني بيتكونوا من preposizione semplice يعني حرف جر بسيط più أرتيكولو ومعه أداة، طبعا هتكون أرتيكولو ديترميناتيفو أو أداة تعريف. che si uniscono يعني بيتحدوا الذين يتحدون e diventano وبيتحولون إلى una parola أو una sola parola بيتحولوا إلى una sola parola إلى كلمة واحدة. esempio على سبيل المثال questo è il libro di più l apostrofo insegnante. هنا دي بيو ال أبوستروفو بتكون كلمة واحدة أو هما بيتحدوا سي أونيسكونو وبيتحولوا إلى كلمة واحدة ديفنتانو أونا سولا بارولا واللي هي بتكون دل دي اي ال ال أبوستروفو. وهنا كويستو اي الليبرو دالينسينيانتي يعني هذا هو كتاب المعلم. وهنا معنا في جدول والجدول بيوضح التركيبات المختلفة. طبعا هنا في عندنا حروف الجر دي آ دا إن سو، وهنا في أدوات التعريف إل واللي احنا كنا بنستخدمها مع المفرد المذكر الذي يبدأ بحرف ساكن، ولو هي أداة تعريف أو أرتيكولو ديترميناتيفو كنا بنستخدمه مع المفرد المذكر الذي يبدأ بـ S بيو كونسونانتي أو Z أو PS أو PN أو GN أو X أو Y. ومعنى لا، ولا هي عبارة عن أداة التعريف أو الأرتيكولو ديترميناتيفو اللي كان بيستخدم مع المفرد المؤنث والذي يبدأ بكونسونانتي أو حرف ساكن. الأبوستروفو هي عبارة عن أرتيكولو ديترميناتيفو أداة تعريف بتستخدم مع المفرد المذكر الذي يبدأ بحرف متحرك أو مع المفرد المؤنث الذي يبدأ بحرف متحرك أو فوكالي. وإي هي عبارة عن جمع إل، ولي هي جمع لو أو إل أبوستروفو للمسكيلة أو للمذكر، ولي هي جمع المؤنث يعني جمع لا أو إل أبوستروفو فيمينيلة. وهنا معنى التركيبات دي بيو إل هتكون دل، ودي بيو لو هتكون دل لو، ودي بيو لا هتكون دل، ودي بيو ال أبوستروفو هتكون دل ال ال أبوستروفو، ودي بيو إي هتكون داي، ودي بيو لي هتكون دالي، ودي بيو ل هتكون دل. طبعا الجدول بيتحفظ يعني هو طبعا ما فيش فيه شرح وهو المفروض ان هو يحفظ. وهنا أ بيو إل هتكون أل، أ بيو لو هتكون ألو، أ بيو لا هتكون ألا، أ بيو إل أبوستروفو هتكون أل إل إل أبوستروفو، أ بيو إي هتكون أي، أ بيو لي هتكون ألي، وأ بيو ل هتكون أل، وهكذا مع باقي الحروف الجر. ومثلا مع ضا هتكون ضل وضلو وضل وضل ال ال أبوستروفو وضاي وضلي وضل. وإن هتكون يعني إن، ودي
بيكونوا مختلفين شوية. وهنا زي ما شفنا دي بتكون دال، الاي اتحولت لاي، وهنا ان هتكون نل، يبقى هنا ان بيو ال هتكون نل، ان بيو لا هتكون نل لا، وان بيو لا هتكون نل، وان بيو ال ابوستروفو هتكون نل، ال ال ابوستروفو، ان بيو اي هتكون ناي، in più gli هتكون نلي، و in più le هتكون نلي، و su su هتكون sul sullo sulla sul l l apostrofo sui sugli و sulle. وهنا con le preposizioni con, per, tra, fra l'articolo non si unisce، يعني مع هذه حروف أو حروف الجر الموجودة معنا كون و بير و ترا و فرا الارتيكولو الأدوات non si unisce، يعني لا تتحد معنا معها، يعني هتكون كون إل أو كون لو أو كون لا أو كون إل أبوستروفو أو كون إي أو كون لي أو كون لي. وهنا نفس الموضوع بير il o per lo, per la, per el apostrofo, per i, per gli, per le. وهكذا مع ترا وفرا نفس الموضوع، هيكونوا منفصلين عن الأدوات أو عن الارتيكولي.